السلام عليكم. نتحدث مع برضه مرة ثانية من ملاحظاتنا أثناء التلاوة. عندنا طالبة مرشحة صلواتها إن شاء الله ربنا يشافيك ويعافيك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك ويعافيك يا رب العالمين ويرفع عنك الضر ويجعله طهارة وقبول إن شاء الله تعالى ورفع. الغنن في الصوت. طيب، هلا هي عندها غنة جاي من وين؟ من الرشح. شو اللي بيصير في الرشح فعليا؟ اللي بيصير في الغنن مع الرشح، طيب، مع الزكام، مع التهاب الجيوب، كل هاي الحالات الطبية شو اللي بيصير؟ هاي عندنا الأنف، تجويف هاي الأنف وهاي الفم وهاي الفم. طيب، عندنا تجويفين، في عندنا الأنف عندنا الفم، يفصل بينهما الحنك، والحنك شو له؟ لها، صح؟ احنا عشان حكينا لما تخلص من الغنان بدنا هاي لها شو تعمل؟ تسكر، صح؟ ترتفع وتسكر. اللي بيصير في حالات الرشح والزكام والجيوب، هاي المنطقة متورمة، طيب، زائد فيها إفرازات، فاللها ما بتستطيع تحكم الإغلاق. هذا اللي بيصير، مش قادر اللها. مع كمان ممكن يكون التهاب حلق معك، فحتى اللها ملتهبة ببعض الناس. طيب، فهذه التورمات، الالتهابات يعني تورم، فالتورم شكلها ببطل الشكل التشريحي الطبيعي، بتصير متورمة متضخمة، فما بصيرش الإحكام، ما بتقدر لها ترفع وتحكم. حتى مرات التضخمات بتكون نازلة لتحت، حتى لها مش عارفة ترتفع كمان، مش بس مش عارفة تتحكم، مش عارفة أصلا ترتفع بسبب التورمات الموجودة هون. كل هاي المنطقة متورمة بسبب الرشح والزكام والإفرازات الكثيرة الموجودة، ممكن في بلغم متجمع، فبالتالي هذا هو سبب الغنن في هاي الحالات. هلا الحالات شخص ما عنده رشح وما عنده غنه وما عنده جيوب وزكام وهيك، لكن عنده غنه دائمه، شو مشكلته هذا؟ بعض الناس بيكون عندهم لحميات نازله من منطقه التجويف الانفي. طيب، هاي اللحميات، هذول الناس اللي عندهم غنه دائمه، هاي اللحميات برضو بتمنع انه لها ترتفع وتسكر، ما بتحكم الإغلاق، فبضل الصوت يهرب منهم ويعطي غنن. طيب، في لا الغنة المتفاوتة اللي هي الشخص اللي لسه ما تدرب، لكن لهاته شو الغنة المتفاوتة؟ الشخص أجت تتلي، بلشت تتلاوة بسم الله الرحمن الرحيم، تيجي مرات من فهم خاطئ إنه أنا التلاوة الجميلة فيها غنة. هي التلاوة الجميلة فيها صوت غنائي بس بيطلع من الفم وليس بالأنف. الصوت الأنفي في التلاوة ممنوع عندنا في القرآن، إلا في حروف النون والميم وحالاتها، واللي عندنا الأحكام النون والميم. بس الغنة فهم خاطئ إنه الصوت الجميل يطلع من الأنف، هذا ليس صحيح. فالفهم لما تصلح الفهم الخاطئ عند الطالبة بتبلش غنة المتفاوتة تاعتها تروح. في فهم لا، في غنة متفاوتة عندها رخاوة باللها، لها عضلة، عبارة عن عضلة، فهي ما بتحكمها لها، ما بتستطيع، ما بتعرف تحكم فيها، في عندها عضلاتها فيها ضعف في العضلات الخلفية. لما تبدي تتلو أكثر حتلاقيها شوي شوي وصلت إنه العضلة قوية بتاعت لها، صارت لما ترتفع ترتفع بقوة وبسرعة، لأن العضلة الحقيقية القوية بدك سرعة زائد إحكام، بسرعة تعمل الحركة وبنفس القوة المطلوبة. فهدول الناس حتى ما بتلاقي، حتى بتلاقي في بعض الناس بقولك من كثر الرخاوة بتلاقي كلامهم كيف حولك شو غبارك، تحس لسان رخو كمان والشفايف رخوة، لا ميم تطلع معه ولا الباء تطلع معه، خاصة الناس اللي مش متعودة إنها تتكلم جهوريا، فحتى الرخاوة تصل إلى شفاه وتصل إلى لسان، فما بحكموش لأنه ببساطة كل شيء رخو عندهم، العضلات ضعيفة زي ما جسمهم مرتخي ضعاف، في ناس لسانهم وتمهم شفايفهم الكلام بيطلع رخو جدا. ليش؟ لأنه مش متدرب العضلات، مع التدريب بتصير عضلة قوية. في كمان سبب آخر، فهم الصوت اللي شرحناه سابقا إنه كيف أتخلص من الغنة، إنه الصوت لازم يخرج من الفم وليس من الأنف. خلينا نحكي عن فم سليم. طيب، هاي الفم سليم، عنا لها عنا الحنك والفم سليم، بس هي مش فاهمة شو معنى الصوت يخرج في الفم. هنا جد قلت لك، لما قلت لك حتى وانت مرشحة ممكن تطلعي صوت صحيح، باني انزل صوتي للفم. شو معنى انزل صوتي للفم؟ هلا شو التمرين اللي اعطيتك اياه؟ قلت لك اعملي تثاؤب داخلي،
يعني تتثاوبي وانت مسكر شفايفك مباشره التثاؤب شو بيعمل؟ بده ياخذ اكسجين كثير، فاوتوماتيكلي اللها بتسكر والفم يتسع عشان ياخذ هذا الاكسجين الكافي كبير، لانه حاله مش طبيعيه. طبيعي ان نتنفس من انفنا، بس في مرات بعنا نقص الاكسجين اللي بصير الفم باخذ زي حجم كبير دفعه هواء يدخل بسرعه بالتثاؤب. هلا لما تتثاوبي وتم شفايفك مسكره تمك فجاه فتح، تعمليها مره مرتين بعدين وبسم الله الرحمن الرحيم بتلاقي صوتك نزل جوا تمك. شعورك انه صوتك نزل جوا تمك بتبدي تستشعريه وبتصيري كمان شويه شوي تفهمي شو معناه. فهم انه الصوت ينزل في الفم اللي هو القرار، انه الصوت الرخيم النازل في الفم كله جوا الفم ما يطلع شيء من الانف. فهم اين يخرج الصوت، شو معنى اخليه صوتي يخرج من الفم كاملا. القرار اللي هو بالاصوات الموسيقيه بسموه القرار، صوت في الفم. تثائبي مرتين او ثلاثه وانت تمك مغلق، ثم تبدي تطلع الصوت بعده مباشره، حتبدي تفهمي شو معنى الصوت يخرج من الفم فقط ما يطلع في الانف، لانك وسعت الفم حتى وحركت عضلاته ووسعتيها عشان يبدا يحكي. فاذا هاي كيف الغنن بتصير بعض الحالات اللي لازم نعالجها. الراشح والزكام الغنة الدائمه بقول للطالب روحي افحصي عند طبيب الانف واذن حنجره بالمنظار، بدخل بشوف اذا في لحميات بشيلها. الغنة المتفاوته افهمي انه ليست جماليه في الصوت وانها ما شيء سيء. درب اللها تاعتك ادخلي في الصوت في الفم بان تثائبي مره مرتين وانت مغلقه شفايفك حتى بعدها ابدي التلاوه، تبدي بتفهمي شو معنى ان الصوت موجود في الفم بانه عملت الفتح الداخلي اللي بيساعدك ان الصوت بس في الفم ولا يخرج الى الانف. الناس اللي بتتدرب تقرا جهوري او طبيعتها بتدرس المعلومات الكذا صوتهم بيكون بالفم اكثر على طول بتلاحظ هذا الشيء. فاللي كل ما تدربت على التلاوه بهاي الطريقه حتصير اوتوماتيك موجوده معك بتلاوتك بدون تكلف. بارك الله فيك.